شايفلو لف عيوني ولا القبر عقب الغسل شعلو عيوني. أبو ذر يسأل قيل له يا أبا ذر لماذا نخاف الموت؟ قال لأنكم عمرتم بنيانكم وخربتم آخرتكم فتخشون أن تنقلوا من بناء إلى خراب. فعلا هذا الإنسان اللي يخرب آخرته يخاف، هذا الإنسان المتجبر السلطان الكبير المتكبر، وإذا به بين ليلة وضحاها على التراب. الله أكبر، معك يأخذ من هذه الدنيا فقط قطعة القماش ويأخذ القطن ويذهب إلى وين؟ إلى رب الكريم، اللي جامع أموال، اللي جامع أبناء، اللي عنده شركات، اللي عنده علم، كلهم سواسية، ما يأخذ أي شيء. خذ القناعة من الدنيا وارضى بها واجعل نصيبك منها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن أبدا؟ نعم، الإنسان بين ليلة وضحاها بالتراب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الحديث العظيم اللي كلنا احنا يجب ان نحفظه، يقف على الجبانة وينظر الى القبور، يتأمل في القبور، بدأ يتحدث: السلام عليكم يا اهل الغربة، السلام عليكم يا اهل الظلمة، السلام عليكم يا اهل الوحشة، اما الدور فقد سكنت، واما الازواج فقد نكحت، واما الاموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ احد اصحابه يقول له: يا امير المؤمنين، هل اضع لك فراش تجلس عليه؟ قال: لا، إنما هي مؤانسة مؤمن إلى مؤمن. قيل: يا أمير المؤمنين، أرواح أم أجساد؟ قال: هي أرواح، أما والله لو أذن لكم لرأيتهم حلقا حلقا يتحدثون فيما بينهم، ولقالوا إن خير الزاد التقوى. شلون بيسيتي بحفريتي بدايتي